السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، يسعدني أن أكون بينكم في هذه الأمسية وبمناسبة انطلاق الموسم الاجتماعي بحول الله تعالى. يوم الغد سيكون أول يوم في الموسم الاجتماعي لسنة 2024-2025. أسأل الله عز وجل كل التوفيق والنجاح لأبنائنا الأعزاء. طبعا موضوع المداخلة في كيف يمكن أن يكون النجاح أو النجاح الدراسي يبدأ من اليوم الأول. نحن نعلم أن الدراسة في حقيقة الأمر ليست مجرد معدلات، ولكن موضوع أكبر بكثير من هذا المعدل. لذلك نحاول في كل مرة أن نركز على هذه الفكرة ونفصل فيها. ولكن قبل أن نبدأ في موضوعنا، أريد أن أعرف من يتابعنا، من أين تتابعوننا، من المناطق إلى غير ذلك، حتى نعرف من يتابعنا أو كيف تعرفت على هذا البث المباشر في أي مجموعة. أهلا بكم جميعا. أكيد طبعا مع ليلة اليوم الأول هناك حملة في البيت من تنظيف واستحمام وتحضير الملابس الجميلة والجديدة والمحفظة والمئزر وما يتبعه من بروتوكولات وأمور تدخل السرور على الأطفال. وطبعا من اللحظات الجميلة والتاريخية التي دائما يتذكرها الأبناء. طبعا هناك من هو سعيد جدا بدخول المدرسة من الأبناء، وهناك من هو متخوف ومتوجس، ولكن بالدعاء الوالدين وخاصة الأم نسأل الله عز وجل لهم دخول سلسا ناجحا موفقا بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. بريق الأمان من وهران، أهلا بك. من العاصمة نور، مرحبا مرحبا بكم جميعا. طيب، قلنا أن النجاح الدراسي هو أكبر من الحصول على المعدلات. أهلا بك تاج من قسنطينة، مرحبا بك. إذن الدخول أو النجاح الدراسي هي محطة مهمة جدا، هي نقطة مهمة جدا. لماذا هي نقطة مهمة جدا؟ هي أكبر من المعدل. لماذا هي أكبر من المعدل؟ لأن في فترة الدراسة وتدريب أبنائنا على النجاح يتعلم مراحل ويتعلم مسار معين. هذه المراحل وهذا المسار يستطيع أن يستعمل نفس هذه التجارب بطريقة مختلفة في مجالات الحياة. وإذا ما نجح في دراسته نستطيع أن نتنبأ بنجاحه في الحياة. إذا كان النجاح في الدراسة متوازن، معناه استعمل قواعد صحيحة، وكان هذه القواعد تشمل جوانب حياته ليست فقط في المعدلات والتحصيل الدراسي. إذن الدراسة محطة مهمة جدا. النجاح في الدراسة عبارة عن لقطة من لقطات نجاح هذا الإنسان في المستقبل. كل التجارب الإيجابية في هذه المرحلة، مرحلة الدراسة، تعطي له الأمل في المستقبل أنه يستطيع أن ينجح في بقية الجوانب حياته، في الجانب المهني، في العلاقات مع الموظفين، مع المدراء، مع زوجته أو مع زوجها، مع الأبناء. لماذا؟ لأنه تدرب في محطات سابقة، وهي محطة أو مرحلة الدراسة، على مسار معين. ولذلك لابد أن نفهم أن النجاح له قواعد، إذا ما تعلمها الأبناء يستطيعون أن ينجحون في المستقبل. ما هي هذه القواعد؟ لا أريد أن أكثر عليكم، ركز على 3 قواعد فقط. ما هي قواعد النجاح؟
التي تصلح أن تكون قواعد نجاح في الدراسة وتصلح أن تكون قواعد نجاح في حياة هذا الطفل وهذا الطالب. القاعدة الأولى في رأيكم ما هي؟ في رأيكم ما هي القاعدة الأولى للنجاح سواء في الدراسة أو في مجالات حياته؟ طبعاً حتى لا نضيع الوقت نقول في انتظار طبعاً تعليقاتكم، أتمنى أن أستمع وأرى تعليقاتكم. المحطة الأولى أو القانون أو القاعدة الأولى للنجاح في الدراسة وفي مجالات أخرى، لابد من تحديد الهدف. أي مشروع لا يوجد فيه هدف صعب جداً أن أصل إلى النتيجة. أبذل أقصى ما عندي من جهد، لدي كل المصادر من الذكاء والظروف والوسائل التعليمية، ولكن إذا كان الهدف غير واضح صعب جدا أن أنجح. هذه القاعدة تصلح في الدراسة وتصلح في مجالات الحياة. طيب في الدراسة ماذا نقصد؟ عندما أقول لابني لابد أن تحدد الهدف، أقول له لابد أن تحدد ما هي النتيجة التي تريد أن تصل إليها في نهاية السنة الدراسية، ونحن نحتفل بنهاية السنة الدراسية في نهاية جوان بداية جويليا، ما هي النتيجة التي تريد أن تحصل عليها؟ ثم آتي إلى النقطة الحاضر أو الفصل الأول، ما هو الهدف الذي أريد أن أحققه في الفصل الأول؟ لابد من تحديد معدل أو نتيجة واضحة، واضحة ومكتوبة أيضا، وفي مكان أراه باستمرار حتى يذكرني بهذا الهدف. إذن القاعدة رقم واحد، لابد من تحديد الهدف، لأن تحديد الهدف يجعلني أهيئ أو هناك نوع من حالة تركيز على نقطة محددة، تجعلني إذا ما شتت تركيزي في جوانب أخرى أو نقاط أخرى مهمة أيضا في حياتي، ولكن إذا ما ركزت هدف واضح يجعلني كالليزر أبذل جهد لتحقيق هذه النتيجة التي أريد أن أصل إليها. القاعدة رقم 2 مهمة جدا، وهي النجاح عبارة عن مجهود متواصل، والمجهود المتواصل نقصد به هو يبدأ من النقطة الأولى اليوم الذي حددت فيه هدفي، اليوم الأول الذي انطلقت فيه في المشروع أو قبل حتى أن أبدأ هذا المشروع، لابد أن أفهم أو أبذل جهد للنجاح. إذن النجاح عبارة عن مجهود متواصل وليس حملات. معناه إذا ما طبقت هذه القاعدة في الدراسة، النجاح ليس عبارة عن حملة للمذاكرة والمراجعة المكثفة قبل أسبوعين أو 3 أسابيع الامتحان، ولكن عبارة عن مجهود متواصل يبدأ حتى قبل يوم الغد، يبدأ أسبوع من قبل، أو يبدأ من الليلة، ويبدأ من بطريقة مكثفة من يوم الغد. إذن النجاح عبارة، حتى نحقق النجاح عبارة عن مجهود متواصل وليست محاملات مكثفة ومتقطعة. ولدينا في ديننا ما يكفي من دليل على ذلك، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها، الدوام وإن قلت وإن كان قليل ولكنها مستمرة، دائمة مستمرة. هذا المجهود المستمر هو الذي يعطي نتائج خرافية، نتائج كبيرة جدا، أكبر من نتائج الأذكياء، لأن النجاح في الحقيقة عبارة عن مجهود متواصل وليست درجة الذكاء. إذن هذه القاعدة نستطيع أن نطبقها في الدراسة ونستطيع أن نطبقها في الحياة العملية وفي مستقبلنا وفي جوانب أخرى من حياتنا. النقطة الثالثة أو القاعدة الثالثة، قلنا القاعدة الأولى وهي لابد من تحديد الهدف، الهدف واضح مكتوب أراه في مناطق في أماكن عديدة، يذكرني دائما بوجهتي إلى أين أنا ذاهبة، ما هي النتيجة التي أريد أن أحصل عليها. القاعدة الثانية، النجاح عبارة عن مجهود متواصل وليست حملات مكثفة. القاعدة الثالثة،
النجاح عبارة عن عادات يومية بسيطة جدا. قل لي ما هي عاداتك أو عاداتك أيها الطالب، عاداتك اليومية، أقول لك كم أنت قريب من هدفك أو بعيد عنه. إذن النجاح عبارة عن عادات صغيرة أو بسيطة يومية، ما الذي تقوم به يوميا؟ إذن النجاح عبارة عن عادات، خطوات عملية يوميا أقوم بها. كيف أذاكر؟ ما هي التقنيات التي أستعملها بطريقة مستمرة؟ متى أستيقظ؟ كيف أتناول واجباتي المدرسية؟ متى أتناول واجباتي المدرسية؟ المكان الذي أطبق فيه الواجبات المدرسية؟ كل هذه عبارة عن روتين، جزئيات بسيطة جدا ولكنها مؤثرة جدا وتحدث نتائج خرافية ونتائج كبيرة جدا لصالح الطالب. إذا هذه ثلاث قواعد نوجهها لأبنائنا الأعزاء. هناك أيضا قواعد مهمة جدا للوالدين. النجاح الدراسي، احرص على نجاح أبنائك سيدتي الفاضلة أيتها المربية أيتها الأم، احرص على نجاح ابنك ليس فقط من أجل المعدل وأن يتخرج مهندس أو طبيبا، الموضوع أكبر من ذلك. أريد أن أعطي له فترة دراسية عبارة عن تجربة عينة لنجاحه في المستقبل. في يوم من الأيام في المستقبل إذا ما اعترضته تحديات في الحياة، إذا ما أراد أن يرى إلى الماضي كيف كان الماضي، سيرى أن الماضي كان مشرقا، كان يبذل جهد، كان ناجحا في دراسته، كان معتدلا، كان متزنا. وبالتالي نريد أن نعطي له تجربة إيجابية ناجحة، وبهذه التجربة لابد أن تكوني أنت عنصر مهم جدا ولابد أن تكوني بجانبه. ما هي القواعد الضرورية التي لابد أن تستوعبها أي أم ومربية لنجاح أبنائها؟ القاعدة الأولى سيدتي هي، أو السر الأول، نجاح الأبناء هو عمل جماعي. ماذا نقصد بعمل جماعي؟ العمل الجماعي معناه هذا المستقبل الطفل ليس مجهوده فقط، ولكن هو عمل مكثف، فريق عمل، الولي وهي الأم والأب والطفل والمعلم، لابد يكون هناك تنسيق، عمل جماعي ننسق فيما بيننا، يقوم الأب بدور وتقوم الأم بدور ويقوم المعلم بدور ويقوم الابن الطالب بدور. هذا التنسيق فيما بيننا كفريق يسهل علينا العملية ونكون في الصورة دائما. لذلك طبعا نحن سنعلن عن بشرة رائعة جدا في نهاية هذا البث، فابقوا معنا إلى نهايته حتى نجسد هذه القواعد، نقدم لكم هذه المفاجأة في نهاية البث. القاعدة رقم 2 وهي نجاح الأبناء يحتاج إلى مرافقة مستمرة، ليست عبارة عن حملات كما قلنا للأبناء. السند هذا يحتاج إلى معنويات من الأم، يحتاج أن تثق في قدرات ابنك، يحتاج أن ترى ابنك أكبر من نقطته ومعدله وتحدياته ودراسته، هو أكبر من ذلك، هو عضو مهم جدا في حياتك، يرمز لك إلى العطاء، وبالتالي يحتاج إلى هذا السند، يحتاج إلى معنويات مرتفعة، يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى حب بدون شروط، يحتاج إلى سند. وبالتالي نجاح الأبناء يحتاج إلى مرافقة وسند مستمر وليس، وبالتالي دائما حاولي أن تكون معنوياتك مرتفعة. تقولي أنا إنسانة أمر بتحديات، أفهم جيدا ذلك، لذلك الله عز وجل عندما أعطى لك تلك المكانة للأم لم يعطيها يعني صدفة، ولكن رفع مكانتك لأن عملك مستمر لا يتوقف. هذا العمل المستمر نتيجته ووقوف أبنائك في يوم من الأيام كرجال ونساء ناجحين متزنين في الحياة، وراءهم أم عظيمة مثلك. هذه الأم العظيمة معنوياتها مرتفعة
تستمد معنوياتها من الله عز وجل. دائما ثقتها في الله عز وجل كبيرة جدا، ومعنوياتها مرتفعة، ولها آليات لرفع معنوياتها حتى تعطي بالقدر الذي يحتاجه أبنائها، بالقدر التحديات التي تمر بها، بقدر التحديات التي يمر بها الأبناء. لذلك حافظ على معنوياتك واستمدي معنوياتك وطاقتك من الله عز وجل بقربك من الله سبحانه وتعالى، وحسن التوكل عليه والدعاء والإلحاح له آناء الليل وأطراف النهار. إذن القاعدة رقم 2 لنجاح أبنائنا، هم يحتاجون وبأمس الحاجة إلى سند ومرافقة مستمرة وليست متقطعة. نجاح الأبناء عبارة عن عمل استراتيجي، معناه هو أبعد من أن يكون هذه اللحظة، هو أبعد من أن يكون عبارة عن واجبات مدرسية، هو أكبر من أن يكون معدل في نهاية الفصل، هو أكبر من أن يكون معدل في نهاية السنة، هو أكبر من أن يكون خريج أحسن كليات الطب في العالم، هو أكبر من أن يكون أحسن مهندس من أحسن الجامعات، أو أحسن صحفي، أو أحسن محامي، أو أحسن قاضي. نجاح الأبناء هو أكبر من ذلك. نريد أن نعدهم لمستقبل ولمهمة يتحملون مسؤولية الحياة، لأن يكونوا عناصر ناجحة ومفيدة ونافعة للمستقبل وللمجتمع. معذرة، شخصيات تكون راحلة، شخصيات تتحمل مسؤوليتها وترفع من معنويات من حولها، وناجحة وعبارة عن مصدر إلهام لمن حولها. لذلك نجاح الأبناء عبارة عن عمل استراتيجي يحتاج إلى النظر إلى جوانب حياة الطفل، وليس الجانب الدراسة فقط. جانب الدراسة عبارة عن جزئية في حياته، نعم جزئية مهمة جدا لأنها تعكس، هذا النجاح يعكس ينعكس على جوانب أخرى في حياته، ولكن هو أكبر من ذلك. في هذا الإطار طبعا صممت ونحن على مقبلين على القيام بدورة مكثفة لمدة طويلة جدا، طويلة عبر أسابيع، هي مرافق في النجاح الدراسي. هذه الدورة نعلم فيها كل من الأم ومعلم الدعم، أساتذة بصفة عامة، كل من يتعاملون مع الأبناء نعلمهم ونعطي لهم تقنيات المرافقة الكوتشينج. ما هي تقنيات المساندة؟ كيف أرفع أفتح آفاق الطفل لأن يرى في نفسه فرص للنجاح ونقاط قوته ويستخرجها في النجاح الدراسي؟ طبعا نحن مقبلين على هذا، وسنعلن قريبا عن هذه الدورة المكثفة، لمن هو مهتم يتواصل معنا. طيب، في نهاية هذا البث أريد أن أبشركم بتحدي سنقوم به مجموعة تيليجرام. هذا التحدي لمدة 8 أيام تقريبا، كل يوم سنعطي لكم فيديو في بداية انطلاق الموسم الاجتماعي الدراسي، ونطلب منكم تحدي تقومون به مع أبنائكم وترسلوا لنا كل يوم. طبعا لدينا فلاير تطبعونه وتعملون خانة في كل يوم قمتم بالتحدي، ولدينا طبعا تصميم مسار التحديات هذه. نريد أن ندخل جو من الحماس والحيوية حتى ننطلق في هذا الموسم الاجتماعي بطريقة قوية جدا وبروتين ثابت. هذا التحدي نريد أن نرسخ روتين ثابت في حياتنا اليومية حتى نبدأ موسم الدراسي بطريقة ناجحة. طبعا لكل أم طبقت هذه التحديات وأرسلته في ذلك اليوم وصورت لنا الجدول وقامت بالتحدي، لدينا مفاجأة في نهاية هذه التحديات، سنهدي لها دورة مجانية في الدخول المدرسي أو في
العزوف عن الدراسة؟ لماذا أبنائنا عازفين؟ ما هي الاستراتيجيات التي نستعملها لإنقاذ أبنائنا من الفشل الدراسي؟ دورة مكثفة جدا سنهديها لكل أم تقوم بهذه التحديات. الهدف من هذه التحديات قلنا هو التسخين ودخول المدرسة بطريقة قوية، وندخل أبناءنا في مسار الصحيح لبداية الموسم الدراسي بطريقة صحيحة، حتى نعمل طوال السنة بطريقة معتدلة ومتزنة. طبعا هذا التحدي سيكون في قناة تيليجرام، فأرجو أن تسجلوا معنا وتدخلوا وتنضموا معنا في مجموعة تيليجرام فتوحة سعيد، قناة فتوحة سعيد، متابعينا فتوحة سعيد. وأرجو من الجميع أن يرسل الرابط لكل أم لها أبناء في الدراسة الدال على الخير كفاعله، وبالتالي ستحصلون على يعني أجر عظيم جدا لكل أم تنفذ هذه الخطوات وهذه التحديات وتسير في مسار الصحيح لمرافقة أبنائها في الدراسة. وبالتالي سنرسل لكم الرابط، نرجو من الجميع أن يرسل لكل أم يعرفوا تعرفونها رياض الأطفال، المدارس الخاصة، لكل أم لها أبناء، لكل مربية مهتمة بنجاح تلامذتها، تابعونا في قناة تيليجرام الذي سننطلق فيه بحول الله تعالى مع التحديات، مع اليوم الأول يوم الغد بحول الله تعالى. في الأخير نصيحتي لكم أن تجددوا نيتكم في مساندة أبنائكم في الدراسة. ما هي نيتك أيتها الأم، أيتها المربية، أيها الأب، أيها المربي؟ لماذا كل هذا الجهد الذي ستقومون به طوال السنة لأبنائكم؟ إذا كانت لي شهادات عليا في الجامعة فهذا كثير، لذلك لتكن نيتكم للتعمير في الأرض، أن تنشئوا أجيالا ناجحة متفوقة، إطارات تعرف تخدم بلدها وتخدم مجتمعها، وتكون نيتكم لله سبحانه وتعالى، وبذلك تربح الدنيا والآخرة. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والعون من الله عز وجل طوال هذه السنة الدراسية، جعلها الله عز وجل سنة الفتح والتوفيق لنا ولأبنائنا الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.